من القبة هكذا نعم إلى هنا، إلى هنا. نعم طريق كانت كيفه؟ مليحة، الطريق كانت مفتوحة، نقدر نقول مفتوحة بعبارة أنه سيارة تسير. في انتظار راح نشوفه 7:30، بعدها متأكدة بعد 8 صباحا راح يكون فيه ازدحام كبير. طيب سيد عز الدين شيباني، كنا نتابع هذا التقرير للزميل سعيد طيباوي، تحدث فيه عن مناولة المؤسسات الناشئة. قبل ما نتكلم على مناولة المؤسسات الناشئة، لو نتحدث على هذه المؤسسات بصفة عامة والدور تاعها في التطوير وكذلك دعم الصناعة الجزائرية. شوف، المؤسسات الناشئة في الجزائر تقريبا بعد 4 سنوات من التواجد الآن دخلت في مرحلة أخرى. كيف تستطيع أن تكون شريك اقتصادي حقيقي؟ بالفعل. مش معناتها شريك اقتصادي حقيقي، في تقريبا من 2020 لما رئيس الجمهورية كان أعطى قيمة جديدة للشركات الناشئة في الجزائر من خلال وزارة اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمصغرة، أراد أن يدخل هذه الديناميكية الجديدة. في البداية كان الناس تتساءل لماذا هذه الشركات الناشئة، واش نقصد بكلمة ستارت اب؟ فتقريبا كان المجتمع يا إما الاقتصادي بصفة عامة والمجتمع الجزائري بصفة خاصة كان يطرح تساؤلات، واش معناتها هذه ستارت اب؟ واش جدير هذه ستارت اب؟ واش هذه العبارة؟ هي تقريبا موجودة في العالم، وفي العالم في كل دولة. نجد مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، مثلا في بريطانيا، في كندا، إيطاليا حتى كذلك، في الصين، حتى في روسيا. تقريبا الشركات الناشئة تساهم بطريقة ذكية على انها تستقدر ان تستوعب رؤوس اموال كبيره. نعم. في وقت قياسي وترفع الاعمال تاعها وتكسب سوق عالمي. فتقريبا هذه المقاربه رئيس الجمهوريه من خلال احتكاك وخاصه مع لا دياسبورا الجزائريه كي تجي للجزائر يتكلم معاهم كان يحكيوا له على الشركات الناشئه. نعم. فتقريبا اعطى اهتمام خاص لانه في العالم ما كاش وزاره مسمى شركات ناشئه، في الجزائر موجوده. فتقريبا حتى هذا النموذج لاحظنا الان في افريقيا كان اهتمام كبير لهذه العملية، خاصة من خلال المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة اللي تقريبا تندار تقريبا طبعتين، والآن طبعة ثالثة راح تكون في ديسمبر إن شاء الله. كان اهتمام خاص، حتى الآن الدول بدأت تفكر كيف تنشأ هذه الوزارة الخاصة للشركات الناشئة وتعطي لها أكبر اهتمامات. الآن الشيء اللي لحقنا له مرحلة جديدة. كيف الآن الشركات الناشئة مع اللي كان تثبت الوجود، كنا نكتشف النظام، كلمة النظام البيئي ليكو سيستم كانت عبارة جديدة، كنا نسمع كذلك عبارة النموذج الأولي البروتوتايب. تقريبا هذه المصطلحات كانت جديدة بالنسبة أولا للطلبة الجزائريين اللي كانوا موجودين في الجامعة، كذلك للشباب اللي كان متخرج وكان يحب أنه يصنع قيمة مضافة. الآن في الجزائر الشركات الناشئة أصبحت واقع، أولا من خلال الامتيازات اللي قدمتها الدولة لهذه الشركات الناشئة على أنها تحصل على علامة شركة ناشئة، وهذه العلامة تعطي لها امتيازات، أول امتيازات جبائية وكذلك امتيازات في السوق، لأنه في السابق من بين المشاكل اللي كانت تعني بها المؤسسات الصغيرة من خلال الأجهزة المختلفة كانت موجودة أنساج حاليا نصدا ولا كناك، الآن تغيرت لمهام أخرى، وكذلك ما كانش عندهم التمويلات. فبالتالي الآن ما كانش عندهم أسواق، كان تمويل وما كانش سوق، معناتها حتى الصفقات العمومية ما كانش عندهم حق يدوا صفقات لأنهم تقريبا كيدخلوا في الصفقات بحكم أنهم مؤسسات صغيرة وجديدة ومستحدثة، فبالتالي ما يلقاش السوق تاعهم. الآن من خلال القوانين الجديدة اللي سنها القانون المالية راعى هذا الاحتياج على أنه الشركات الناشئة يكون عندها سوق خاص بها. كيف؟ من خلال القانون المالية 2024 و2025 نوجدوا مثلا ابتكار مفتوح، اوبن انوفاسيون، ابتكار مفتوح. لماذا جعل للمؤسسات الخاصه والعامه حتى في الادارات؟ علاه تم خلق هذا النموذج؟ اولا كل الخدمات اللي تحتاجها هذه المؤسسات من يلبي هذا الاحتياج؟ الباحث اللي عنده مشروع مبتكر واللي عنده شركه ناشئه، حتى واللي عنده مقاول ذاتي. فتقريبا هذا النظام البيئي تخصص له فضاء خاص على انه كل المؤسسات اللي تقدم هذه الطلبيات يكون عندها اعفاء ضريبي. فهذه هي المقاربة الجديدة، كيف نستطيع أن نحفز أولا الشركات الاقتصادية تروح للممولة، تروح لاسوتريتونس من خلال هذه الشركات الناشئة، من خلال براعة اختراع، من خلال مع الباحثين، مع المقاول الذاتي، كل هذه العملية الكل تشترك على أنه تقدم هذه الطلبيات والشركة الناشئة تقدم الحلول، وهنا يكون نوع من التكامل. ممتاز. طيب في إطار حديثنا عن مناولة الشركات الناشئة، في هذا الإطار كيف يمكن لمناولة هذه المؤسسات الناشئة وين كما سبق وذكرت لليوم ولا عندها دور كبير في الاقتصاد الوطني أن تساهم في إنتاج مواد خام ومواد كذلك محلية صنع وجديدة أيضا؟ شوف، فيما يخص لما نتحدث عن المناولة كان شيئان، كان اول مموله في قضيه المنتج في حد ذاته، وفي بعض الاحيان في الحل الذكي الذي سيدير
كل العمليات الخدماتيه. عندنا شقين، نقدر نروح مثلا تقدر تكون شركه ناشئه تطور مثلا نموذج معين تستعملوا اي مؤسسه اقتصاديه. نعطيك مثال، كان بزاف المؤسسات الاقتصاديه الجزائريه تشري الحلول من الخارج، تخلص براعات اختراع لمؤسسات اجنبيه مقابل استعمال الحل. الان في الجزائر نقدر نطور الحل، ولاحظنا مؤخرا مثلا الجزائر اول مره الجزائر تصنف الجامعات الجزائريه من 1000 جامعه عالميه كانت تصنيف الجامعات الجزائريه. هذا مين جاء؟ جاء اولا من براعات الاختراعات اللي تم تسجيلها وكان دارت رقم قياسي كبير جدا في الجزائر. الحاجه الثانيه من خلال رياده الاعمال داخل الجامعات، المقاول الذاتي مثلا، نعطيك مثلا الحاضنات، نعطيك مثلا مركز التطوير المقاولاتيه. كل هذا الزخم اللي كان موجود داخل الجامعه خلق ديناميكيه جديده. الجامعه في الماضي كانت تعلم من اجل منصب عمل، الان اصبحت تعلم من اجل براعه اختراع، تعلم من اجل مشروع مبتكر، تعلم من اجل انشاء مؤسسه صغيره، تعلم من اجل انشاء شركه ناشئه. فبالتالي هذا النمط الجديد اصبح شيء جديد يضاف الى الجامعه الجزائريه. كلاسيكي حتى الطالب اليوم اللي نشوفه اكيد حتى يروح الجامعه. شوف الطالب الجزائري لما مثلا يذبح الباك تاعه واش يقول لك؟ تقول له راك رايح، يقول لك اسم الجامعه، يعطيك التخصص ويقول لك المشروع اللي حاب يديره. لانه تقريبا هذه الديناميكيه خلات كل المترشحين للجامعه يبدا يفكر من السنه الاولى ما هو المشروع. احنا معروف في الجامعه مثلا في الجامعه مذكره التخرج يديروا كاع لو بي اف تاعهم لي بروجي فان ديتيد، معناتها المشروع نهايه الدراسه يديروه في السنه الخامسه. الان المشروع الان معناتها هذا المشروع ولا يفكروا فيه من السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه، السنه الرابعه، السنه الخامسه بيحضر في المشروع. الان لما يلحق مثلا تخيل طالب الجامعي في الجزائر لما يدي شهاده التخرج تاعه يدي ثاني شهاده ثانيه اللي قادر تكون مشروع مبتكر، اللي قادر تكون براعه اختراع، اللي قادر تكون شركه ناشئه. ناكد لك الطلبه اللي كثير من الطلبه اللي تحدثوا معايا كان عندهم مثلا يتحصلوا على هذه الشهادات الثانيه كان جامعات في الخارج اهتموا بهم. اهتموا علاش؟ لانه عنده نوع من الديناميكيه. تخيل انت طالب مثلا قرا في مده 5 سنوات في الاخير يكون عنده سجل براعه اختراع في السيره الذاتيه تاعو في المسار التعليمي ديالو. هذه حاجه قيمه مضافه مهمه جدا في الخارج. الان في الخارج باش يلحق واحد يدير براعه اختراع ما يكونش طالب، عاده يكون مقبل على التخرج وبعد التخرج، معناته يكون عباره عن دراسه في الدكتوراه، هو عباره عن دراسه 4 سنوات، في 4 سنوات يبدا يفكر في براعه اختراع ولا مثلا يدير تسجيل مثلا للحلول تاعو في المجلات العلميه. الان هذا الشيء ولا طبيعي عند الجزائريين. نعم. اي طالب جزائري تتحدث معاه يقول لك ماذا بيا ندير مشروع مبتكر، ماذا بيا ندي علامه تاع مشروع مبتكر، ماذا بيا ندير براعه اختراع، ماذا بيا ندير المشروع تاعي. يقول لك ما نحوش على الوظيفه، نحوس على ننشا معناتها مؤسسه تكون يا اما بحثيه ويا اما تكون تقدم خدمات ويا اما تكون عندها حلول ذكيه. تقريبا هذه المقاربه الجديده جعلت الشاب الجزائري يتغير. وما الدليل على انه رئيس الجمهوريه لما مثلا ازى تعليمات باستحداث القطب الجامعي للسيدي عبد الله للتكنولوجيات، ومؤخرا زاد اضاف على انه وزاره الدفاع الوطني لازم تنسق مع هذه المدارس العليا على انه هذا اللي تعتبر كفاءات. ما يخفاناش تقريبا المتخرجين اللي يروحوا لهذه المدارس تقريبا 18 19 معدل. تقبل هي النخبه، هي النخبه تاع المتحصلين على شهاده الباكوريا، نقدر نقول هي الادمغه المستقبليه للجزائر. المراد اليوم انه نستفادوا من هذه النخبه، لانه انا اشوف تحفيزات كبيره تقدم لهذه النخبه، بالاضافه الى التكوين اللي يتلقاوه، وليس الذهاب الى الخارج. اليوم الكفاءات المفروض شوف المقاربه تاع في بعض الحين يقولوا لي هل هجره المتخرجين تكون ولا ما تكونش؟ لازم تكون نسبه تهاجر ونسبه تقعد في البلاد. علاش النسبه تخرج؟ الان لاحظي مثلا الان الزخم اللي تعيشه الجزائر من خلال الادمغه اللي راحوا سابقا، نلقاهم في الامايتي، نلقاهم في اكبر الجامعات الامريكيه، في كندا، في الصين، نلقى حتى في مثلا في روسيا، نلقاهم في بريطانيا، نلقاهم في جامعات كبرى في اوروبا. علاه؟ هذا التواجد هو اللي راح يصنع قيمه مضافه لما معناتها شغل الجزائر بدات تنادي هذه النخبه ولا تجي الجزائر ولا تقدم خدمات جليله. ما تنساش باش تجيبي خبير مثلا من الخارج يكلفنا علمنا صعبه كبيره جدا بالفعل. وحتى الى جا ما يعطيكش الخبره الملائمه، ولكن الادمغه اللي راحت للخارج اللي راهي الان تحكم مناصب عليا في الدراسات. حتى نلقاو مثلا نلقاو باحثين جزائريين مثلا اللي عنده اكثر من 1500 براعه اختراع، كان عنده مثلا اكثر من 60 براعه اختراع في مجال مثلا البطاريات الكهربائيه. نعم. الجزائريين الموجودين احنا نقولوا النسبه تروح
ولكن النسبة الكبرى تقعد في الجزائر ونخرق هذا التواصل بين ما هو ذهب إلى الخارج على أنه ينقل هذه الخبرة ويتبادل هذه الخبرة ومن هو موجود هنا في الجزائر. طيب بحديثنا عن هذه المؤسسات الناشئة، هل يوم هناك قطاعات صناعية اللي راهي تستفاد من المؤسسات الناشئة وخدماتها؟ أكيد أكيد، لا هي موجودة الآن. نلقاو مثلا نلقاو الآن شركات الناشئة متواجدة، نعطيك مثال شركة سوناطراك فتحت أبوابها للشركات الناشئة، فتحت أبوابها للباحثين لأصحاب براعة اختراع. الآن تقريبا شركة سوناطراك اللي فيها أكثر من 125 مؤسسة تابعة للمجمع سوناطراك تتعامل مع الباحثين، تتعامل مع الشركات الناشئة، حتى مثلا ناخذ مثلا جروب مدار، ناخذ مثلا من مجمع سونالغاز، كل هذه الأشياء كل هذه الأشياء تتعامل بطريقة سلسة مع هذه المشاريع. الآن تحتاج على انه هذه الشيء اصحاب هذه الشركات الناشئه اصحاب الباحثين لازم يفكر بالعقليه تاع الاقتصادي، لانه الاقتصادي عنده نوع من الدفتر الشروط خاص به. ولما مثلا نقدر نعطيك مثال، لما نتحدث عن البروتوتايب، عن النموذج الاولي اللي تنشئه الباحث مثلا داخل الشركه الناشئه تاعو ولا خلال المخبر خلال الجامعه، هو نموذج مخباري. الان نحتاج الى اننا نصنع نموذج قابل للتصنيع. هنا وقت وين نديروه؟ ما نديروهش داخل الجامعه، هنا ننتقل الى المؤسسات الاقتصاديه، وهنا يكون التوافق والتكامل بين ما هو مشروع بحثي داخل المخبر ثم يحول الى المؤسسه الاقتصاديه. هنا الباحث يدي الاختراع تاعو ويتعامل مع المؤسسه الاقتصاديه، المؤسسه الاقتصاديه تدير كل الوسائل وكل الالات توفر له حتى يتم انتاج هذا الحل، ثم يتم استغلاله من خلال شراكات اتفاقيات تكون في بعض الاحيان بين صاحب البحث وبين الجامعه، وفي من جهه اخرى بين المؤسسه الاقتصاديه. طيب سيد عز الدين، راح سادعوك للبقاء معنا، راح نعاود نولي. كنا نتحدثوا على المؤسسات الناشئه، لا يمكن ان نتحدث عن المؤسسات الناشئه دون الحديث عن كل ما هو رقمي والرقمنه ايضا والتطبيقات الجديده كذلك. اكيد، شوف مثلا عاده ما نسال هل حقيقه الرقمنه في الجزائر تقدمت ام لا. اعطيك مثلا لما نشوف الموبايل تاعي الان، نشوفوا الشيء اللي تحدثنا عليه، تحدثنا مثلا على وكاله واسمه على ستارت اب، ندخل ارضيه. تحدثنا على اوبن انوفاسيون، ابتكار مفتوح، ندخل ارضيه. نتحدث مثلا على وكاله الاستثمار، ندخل نلقى كل المعلومات. مثلا انا كشاب كشركه ناشئه حبيت ندخل في مجال معين، اولا نقدر ندخل الارضيه مباشره تاع وكاله الوطنيه للاستثمار. واش ندير؟ راح نلقى كل مجالات العمل، نلقى كل احصائيات حسب كل مجال كل قطاع، ثم نبدا نشوف انا نقول واش هو المجال، واش هو القطاع اللي راح نهتم به. هذه الاشياء اصبحت الان مرقمنه، لازم يفهم الشاب الطالب الجامعي ولا اي شاب ولا اي شخص عنده مشروع حاب يدخل في مشروع ما. الارضيات الان موجوده، تخيلي كل هذه الارضيات هي عباره عن مؤسسات عموميه. نلقى مثلا الضرائب، نلقى كل المؤسسات اللي عندها علاقه بالمؤسسه بالاستثمار، فبالتالي هذه الارضيات تسهل العمليه. في الماضي هذه الاشياء لم تكن موجوده بالفعل، فبالتالي هذا هو الواقع. الان مثلا يقدر اي شاب مثلا عنده مشروع ابتكاري واش يدير؟ يقدر يدخل مثلا وكاله الاستثمار، يقدر يتعرف ما هي الاحتياجات، واش هي مجالات العمل، يخير مجال معين، يدير بحث اولي، ياخذ المعلومات، يقدر يتواصل مع هذه المؤسسات، يربطه مع مؤسسات اقتصاديه، فبالتالي كان نوع من التكامل. وهذا هو الشيء اللي ادلى بها رئيس الجمهوريه، قال عمليه تكامليه بين القطاعات، لم تصبح كل قطاع يشتغل على حده. كل قطاع يتكامل مع القطاع الاخر. وكاله الاستثمار، القطاعات كل قطاع كان وفر كل المعلومات كل الاحصائيات في كل مجال. نتحدث مثلا الان عن التصنيع في الجزائر، مثلا نقولوا السيارات. ندخل مثلا وكاله الاستثمار، نلقى امتيازات خاصه للممولين في مجال تصنيع السيارات في الجزائر. هذه الاشياء لم تكن موجوده سابقا، الان اصبحت واقع، اصبحت عمليه ملموسه. الان شاب يحتاج مثلا انه يتنقل الى مكان، نعطيك مثال المقاول الذاتي، نفس الشيء. لما ندخل ارضيه تاع المقاول الذاتي نسيبوا كل شيء، ما نحتاجش مقر. المقاول الذاتي ما كاش مقر، هي ارضيه رقميه 100%. معناتها يدير يطلب البطاقه تاعو، يتلقاها عن طريق البريد، يسدد عن طريق البريد ويبدا يشتغل مباشره. فبالتالي هذه الاشياء لم تكن موجوده في السابق، وهذا وهذه هي الرقمنه. رئيس الجمهوريه لما كان يلح كثيرا على الرقمنه، يقول لازم تكون رقمنه في الجزائر. في البعض كان يقول لك واش راح دير الرقمنه؟ الرقمنه راح تنحي الوسيط، ممكن نحي الوسيط، ما راحش تكون محسوبيه، ما راحش تكون بيروقراطيه، فبالتالي ما راحش تكون بيروقراطيه، راح نخفف ونخلي الاشياء تكون سلسه. وهذا ما نبحث عليه الان. تخيلي الان مثلا لو كان نديروا المقاول الذاتي في تقريبا سنه من انطلاق، ما عندناش سنه،
تقريبا عندنا اكثر من 10000 مقاول ذاتي مسجل. لو تخيل لو كان هاد 10000 راحوا للوكالات راح يكون نوع من الاكتظاظ، وحتى الشاب مثلا لما يروح ولا اي شخص يروح يدير بطاقه مقاول ذاتي فبالتالي راح يلقى هذاك الانزعاج، هذاك الانزعاج يخليه يكون عنده نوع من التدمر. فبالتالي هذه الاشياء هي عباره عن اروقه خضراء ما تحتاج الى ضياع الوقت، كذلك تكون تندر بسرعه، وهذه هي الرقمنه. ونقدر نقول انا دائما ننصح الشباب تاعنا نقول لهم اول نظام البيئي الملائم اللي نلقى فيه الافكار واللي نلقى فيه مثلا التجارب هي الصالونات. الصالونات اللي فور احنا كما نقولوهم، احنا اللي فور مثلا تخيلي انت كي تروحي ان فور تلقاي تقريبا من 200 حتى 400 في بعض الاحيان 800 مؤسسه موجوده في نفس المكان. فبالتالي الشاب لما يروح لافور اول لما يكون يتواصل مع اي مؤسسات يفتحوا له الابواب، يعطوا له الاحصائيات، يعطوا له كل معلومات. علاش يعطوا له المعلومات والاحصائيات؟ لانه نوع من التنافس. فتقريبا يقدر يكون هذاك المكان هو عباره عن سوق اولي ندرسه، نتعرف على كل المؤسسات اللي تبني عندها نفس المنتوج، المنافسه، وشنو هي القيمه المضافه. بعد انا كشركه ناشئه نحوس ما هي المشاكل اللي بيتخبطوا فيها، وانا نقدم حلول عن طريق الارضيات وعن طريق الرقمنه. وهذا هو التكامل اللي كنت تحدثت عليه صباح. الشركه الناشئه كيف تتعامل مع المؤسسات الاقتصاديه؟ لازم اولا نفهم هذه المؤسسه الاقتصاديه كيف تعمل، كيف تشتغل، كيف تصنع المنتوج تاعها ولا تقدم ولا تصنع الخدمات تاعها، وبعد نشوف ما هي النقائص، ونحاول انا كشركه ناشئه نقدم حلول تكميليه ويكون حل تكميلي بين القطاع معناتها المؤسسات الاقتصاديه وبين الشركات الناشئه والباحثين. شكرا لك سيد عز الدين شيباني مختص في تطوير المؤسسات الناشئه، شكرا على المشاركه في هذا النقاش وتلبيه الدعوه. شكرا على الاستضافه. شكرا ويومك طيب.